رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة، كان في سفر، نزل عند فد رجل ضيف، السضيف ما أدري غدا عشاء مبيت مجرد ماي، ما موجود بالحديث الشريف. مرت الأيام والليالي وابتعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، وكان في مكة المكرمة قريب 13 سنة، وبعدين هاجر إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة صيت رسول الله انتشر. واحد قال لهذا الرجل اللي كان رسول الله ضيف عنده سما أدري ساعات أو يوم أو ساعة، قال لهذا الرجل اللي كان ضيفك